بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مشاهدين. اليوم معنا فيديو مشاهدات رينو ميجان 2018، تابعونا. نبدأ الآن نشرح مواصفات السير من الخارج. السير عليها مصابيح زينون، الاي دي، 4 حساسات في الأمام، كشافين ضباب. هذه هي الرنجات، مقاس 18. المراية الجنبية عليها إشارات فليشر كهربائية، تطوى كهربائيا. السيارة عليها مصابيح خلفية LED، 4 حساسات خلفية، كاميرا خلفية. هذا هو المحرك 1.6 لتر، قوة 115 حصان. هو نفس المحرك الموجود على نيسان سنترا، هو محرك نيسان مشبوك على جير 6 سرعات. السيارة عليها فتحات تكييف خلفية، عليها حاملة الأكواب. الآن نبدأ نشرح مواصفات السيارة من الداخل. نشغل السيارة. زيادة مختلفة بين 18 من يونيو الماضي إلى 1 يوليو. كما تلاحظون السيارة عليها تحكم بلوتوث، تحكم نظام الصوتي. السيارة عليها LED، جميع النوافذ كهربائية، تحكم مراية خارجية. السيارة عليها شاشة، هذه الشاشة نهائيا لا تطفي حتى لو طفيت السيارة. السيارة على طول شغال فيها النظام هذا الإلكتروني، نظام تشغيل الراديو، نظام تشغيل النافيجيشن. كما تلاحظون نظام الملاحة. هذا هو نظام الملاحة. راديو تشغيل. السيارة عليها مساج المقعد السائق، هذا هو ناقل حركة 6 سرعات. تشغيل التكييف اوتوماتيكيا. السيارة عليها نظام سمعي مكون من 6 سماعات، منفذ USB، منفذين USB، SD كارت، هاند بريك الكتروني، تحكم بمثبت السرعة، محدد السرعة أيضا، فقاعة طبعا جلدية. السيارة عليها فتحة سقف. نظام تحكم فتحة السقف، أضواء، حاملات الأكواب. أيضا السيارة عليها نظام إيكونومي، اقتصادي، توفير الوقود. سيارة صراحة جميلة ومتطورة كثير مقارنة بالمنافسين. تقريبا هذه هي مواصفات السيارة من الداخل. قبل أن نختم المقطع، السيارة عليها نظام الركن التلقائي. السيارة عليها نظام الركن التلقائي مثل ما تلاحظون، وهذه ميزة سيارات رينو الجديدة. السيارة أيضا تشغيل عن طريق البصمة. هذا سعر السيارة؟ هذا سعرها، بس أنا بعطيك إياه ب 10 و200 إن شاء الله. في الختام أتمنى أن أصبكم المقطع. تحياتي لكم.